لا ينبغي الاستخفاف بهم، فالضباع ذكية للغاية، كما أنها أحد أكثر الحيوانات المفترسة شراسة وعدوانية، فهي تمتلك فكوكا قوية تمكنها من العض بقوة هائلة تزيد عن 1100 رطل لكل بوصة مربعة، وهي كافية لسحق العظام بسهولة. ما يجعل هذه الضباع شياطينا حقا هي تلك القسوة التي تتعمد الضباع التعامل بها مع فرائسها، فدائما ما تكون مشاهد افتراس الضباع للحيوانات قاسية للغاية، فبدلا من الإجهاز على الفريسة أولا لقتلها قبل الاقتتات عليها، تختار الضباع تمزيق الضحية والتهامها وهي لا تزال على قيد الحياة. لكن مهلا، هل تختار الضباع حقا أم أنها مجبرة على اتباع هذا النهج القاسي؟ في السافانا الإفريقية حيث تعيش الضباع، تكون المنافسة على موارد الطعام شديدة للغاية، وإذا لم تتناول الضباع طعامها بسرعة فهي معرضة لخسارة هذه الوجبة لصالح الأسود أو النمور الإفريقية التي لن تتردد في اقتناص هذه الفرصة السهلة، لذلك تحتاج الضباع تناول طعامها بشكل سريع على عكس الأسود التي تتمتع ببنية أقوى من الضباع ويمكنها حماية طعامها بسهولة، لذلك فلا داعي للقلق بشأن سرقة فرائسها من قبل الضواري الأخرى، ما يجعلها تتناول الطعام بأمان أكبر، وهي رفاهية لا تمتلكها الضباع التي تفتقر للمخالب والأرجل الأمامية التي يمكن الاعتماد عليها، لكنها تمتلك في المقابل قدرة عالية على التحمل وأسنانا حادة وقوية للغاية. إذا تحدثنا عن الرحمة يجب ذكر التمساح، لا لأنه يعرف الرحمة بل لأنه لا يدري عنها شيئا، ورغم أن التمساح يعد من أذكى الحيوانات على الإطلاق إلا أنه انتهازي للغاية، كما أنه شديد العدوانية والشراسة ولن يتردد في استهداف أي حيوان يقترب منه. التمساح حيوان ذو بنية قوية وأطراف قصيرة وجلد سميك للغاية وذيل قوي، كما أن لديه أسنان حادة مع فك قوي للغاية، يولد قوة رهيبة تزيد عن 3000 رطل لكل بوصة مربعة، ما يجعله وحشا بكل ما تحمله الكلمة من معنى. يعتبر التمساح من مفترسات الكمائن، حيث يظل في الماء لساعات ينتظر قدوم أحد الفرائس ثم يتسلل بهدوء وحذر، وما إن تقترب الضحية حتى يباغتها التمساح بهجوم سريع، وإذا ما أطبق بفكه القوي عليها فقد انتهى الأمر ولن تتمكن الفريسة من الهرب مهما حاولت، وسواء ابتلع الفريسة دفعة واحدة أو قسمها إلى أجزاء ليسهل هضمها أو قام بإغراقها أولاً لتقليل المقاومة وإنهاء الأمر بشكل أسرع، فإن هناك قاسما مشتركا بين كل هذه الخيارات، وهو أن التمساح نادرا ما يقتل الفريسة قبل التهامها، وبصرف النظر عن مدى قساوة هذا الحيوان إلا أنه يتعرض لعمليات صيد على نطاق واسع لأغراض تجارية، لدرجة أن الكثير من أنواع التماسيح أصبحت مهددة بالانقراض جراء هذا الصيد الجائر. على الرغم من أن الدب قد يبدو لطيفا وخجولا، إلا أنه أحد أخطر الضواري في العالم، إذ يمكن لهذا المفترس الضخم ذي البنية العضلية القوية قتل أي حيوان قد يصادفه، وعلى عكس القطط الكبيرة التي قد تخنق الفريسة قبل التهامها، فإن الدبابة لا تهتم لهذا الأمر على الرغم من قدرتها على القيام به، يكفي ضربة واحدة من مخالبه الحادة لقتل الفريسة على الفور. لكن رغم هذا فإن الدب غالبا ما يأكل الضحية وهي لا تزال على قيد الحياة، وإن كانت الفريسة محظوظة فستتلقى ضربة سريعة تكسر عمودها الفقري قبل أن يبدأ الدب في التهامها، لكن
على كل حال فإن القتل السريع ليس معتادا في هجمات الدب، وغالبا ما ستعاني الفريسة لفترة طويلة قبل أن تموت.